السلام عليكم ورحمة الله. قدموا أمامكم شعراً عن الجوال التربوية في بحر الكامل مع الزحاف للشاعر محمد موسى القرضي أوزانه. متفاعل 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 يا أمة الإنسان كيف قوامنا وعيشنا بين الديانة حالنا أدياننا من بيننا مختلفة إنا جميعا في العيال عيشنا منذ ولدنا ما فإنا أكثر الآن يأتي دهر في أسرتنا هل تعلمون ما أتى إطارنا للتربية قدم حكامنا حكامنا يفضل الفواحش قد صارت الفواحش نشاننا فيه إشارات لدهر خيالنا إن جاء في التدريس فات قوامنا إنا نكثر بالنكاح جيلنا في كل أديان زواج دأبنا عايش بين الآن يجلب في المدارس دارسا للبس ثوبا لا يبين جنسنا وكذلك تجربة العلوم الجنسية ذاك يقود إلى الفضيحة قومنا في نظرهم كل الفضيلة كالمباح حتى التمتع أسبع عيبة أرضنا يا أمة حكامنا يفضل الفواحش قد صارت الفواحش نشاننا يا من له في قلبه من الحياة سرد الفناء قوامنا
وعيشنا بين الديانتين.